اسمي محمد ركباوي وفرونت اند ديفلوبر في المركز وجاي اتكلم النهارده عن اخر بروجكت احنا شغالين عليه. هو بروجكت صغير مش كبير بس هو انترستنج جدا في حاجه معينه. القصه كلها بدات اول ما بدانا. كان اول دي اب لينا نعمله, اول دي سنترلايز ابلكيشن كان دي سنتيوب. حد عارف دي سنتيوب او حضر الميت اب اللي فات؟ اوكي. ديسنت تيوب كان ببساطه هو عباره عن فيديو ستريمينج ديسنترايزد ابلكيشن كبديل حاجه زي يوتيوب او كده بس ديسنترايزد. الفيديوز مش موجوده على سيرفر, الفيديوز بتستريم عن طريق ويب تورنتس وبيبقى في انسنتيف للكرييترز بكوين هايف ان هم ياخدوا توكنز مقابل الفيديوز اللي هم بيعملوا ابلود. الفكره كلها ان احنا اشتغلنا على الدي اب دوت, كان كل حاجه تمام, خلصنا الدي اب, عايزين بقى ندبلوي دي اب داون او يبقى موجود بحيث الناس تقدر تاكسسه وتستخدمه. فحصل حاجه غريبه جدا. بعد ما تخلص دي اب اللي هو المفروض ديسنترلايزد بتدبلويه على سيرفر, بتهوسته على سيرفر, وده بيخليه مش ديسنترلايزد. فالفكره كلها مع ان الاب ديسنترلايزد فيه سمارت كونتراكت, مفيش باك اند, مفيش اي حاجه, بس لازم تحطه على او تهوسته على سيرفر عشان يبقى اكسسبل او افيلبل بالنسبه لليوزرز اللي هم يستخدموه. وده موجود حرفيا في كل الدي الديسنترلايز ابلكيشنز الموجوده واللي بتتعامل معاها يوميا. مفيش اي طريقه دلوقتي او موجوده واحنا كنا شغالين تقدر بيها تستخدم الدي اب من غير ما يكون موجود على سيرفر. فالمشكله هي ان لما جينا نشتغل بقى على دي ابس ثانيه لقينا المشكله دي بتتكرر كل مره. نخلص دي اب المفروض ان هو ديسنترلايزد بشكل كامل, الاركتكتشر بتاعته لازم نحطه على سيرفر, لازم نحطه على في سنجل بوينت فيلير وفي كل المشاكل بتاعه السنترلايزيشن. فكانت الفكره ببساطه ده في سوليوشن. ممكن نرجع السلايد اللي فاتت. اوكي. فمن ضمن المشاكل بتاعه السنترلايزيشن او ابشعهم يعني الافيليبيليتي طبعا بروبلم, وهي فكره ان طالما الدي اب دوت موجود على سيرفر فلو السيرفر ده وقع او حصل اي حاجه ما ينفعش الفلوس بتاعته, ما حصلش اي حاجه الاب مش هيبقى اكسسبل بالنسبه للناس اللي بتستخدمه. تاني حاجه السكيورتي ريسكس, وفي مثال مشهور قوي على ده الفيشنج اللي حصل مع ماي ايثر واليت, وكانوا عاملين ورنينج كبير كده اول ما تخش لان طالما هو موجود على سيرفر فممكن سهل جدا اي حد يعمل فيشنج او هايجاكينج للدي اب دوت. تالت حاجه طبعا ان كل الدابس عباره عن ويب, يعني هي في الاخر عباره عن ويب سايتس, فهي مش بتديك قوي الاكسبيرينس بتاعت ان هو ابلكيشن. ودي كانت حاجه يعني هي مش المشكله الاساسيه بس كان من ضمن الحاجات الموجوده في الدي اب ديبلويمنت. فالمشكله كلها ان كل الديسنترلايزد ابلكيشنز الموجوده بتعاني من مشكله السنترلايزد افيليبيليتي بروبلم, او فكره انت بعد ما تخلص الدي اب بتاعك لازم تحطه على سيرفر. فكان كان في حلين. اول حل كان بسيط جدا ان انت بعد ما تخلص الدي اب بتاعك, تخلص الفرونت اند, تخلص سمارت كونتراكت, كل حاجه تحطه على سي دي وتديه للناس ويستخدموه من غير اي سيرفر, من غير اي حاجه. بس طبعا الحل ده اكيد مكلف يعني مش منطقي. الحل الثاني اللي كان اذكى شويه يعني هو ان احنا نعمل دي اب ستور. بيزيكلي دي اب ستور ده هو كمان ديسنترلايزد, هو ديسكتوب اب, فانت بتنزله وبتنزل عليه الفرونت اند بتاع الدي ابس انت بتستخدمها عن طريق جيت هاب كوميتس عادي, بنستخدمه كفيرجن مانجر. فانت مش محتاج ان انت تببلش الدي اب بتاعك او تحط دي اب تديبلوي دي اب بتاعك على على سيرفر. ازاي ده بيحصل؟ ممكن نعدي التكنولوجي. اوكي. ده ببساطه الفلو اللي بيحصل في اوكتوبث. اول حاجه ان انت عندك الدي اب بتاعك انت خلصته عايز تعمله ببلش, فبتعمله ببلش عن طريق اوكتوبث ان انت بتحط الجيت هاب ريبو بتاعك لان هو المفروض ان هو يبقى اوبن سورس, اوبن سورس عشان الناس تتاكد من الكود نفسه. وده بتعمله عن طريق اوكتوبث, وبيروح للسمارت كونتراكت بتاع اوكتوبث, بعد كده بيتسجل فيه كل الداتا بتاعت الاب, اللوجو, الميتا ده كلها والجيت هاب ريبو. بعد كده بيبقى موجود او افيلبل بالنسبه لليوزرز اللي بيستخدموا اوكتوبث ان هم يشوفوا يكسبلوروا الدي ابس الموجوده على السمارت كونتراكت. بعد كده بيقدروا يعملوها انستليشن لوكالي عندهم على الماشينز بتاعتهم مره واحده بس. بعد كده الاب يبقى جاهز ان هو يستخدمه في اي وقت من غير حتى انترنت لو البلوكشين ابديتد, لو هو معاه اخر ستيب بتاع البلوكشين, فممكن يستخدمه من غير انترنت حتى. طبعا تقدر تنستول, تقدر تسيف, تعمل كولكشن بالدي ابس اللي عندك, مش محتاج بقى تكونكت للسيرفر, مش محتاج اي حاجه. ده بيحل مشاكل كتير. اولا مثلا في مشكله انت
حتى الموضوع مكلف يعني من ناحيه ان انت تعمل دي اب وتهوست على سيرفر ده مكلف، انما في حاله اوكتوبس انت حرفيا مش تكلف اي حاجه، انت تعمل دي اب بتاعك جيت هاب فري تحطه على السمارت كونتراكت بتاع اوكتوبس، هيبقى افيليبل لاي حد ان هو يقدر يستخدمه. وطبعا ده بيحل بقى مشكله اللي هي العميقه شويه، اللي مشكله السكيورتي نفسها، اليوزابيلتي فيرس سكيورتي ديليما، اللي هي ان انت عشان تتحسن سكيورتي قوي بتاعه الدي اب بتاعك بتيجي على حساب اليوزابيلتي. بس في السوليوشن دوت مش مضطر تعمل ده، لان انت مش مضطر انك تعمل اي براكتس عشان تحسن سكيورتي، لان الدي اب نفسه بيكون ملك اليوزر، فبيقدر بينزله بيكون عنده، فمفيش اي انترفيرنس من اي اوثوريتي او 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 اي حد يقدر يبلوكه او اي او يبقى في اي سنجل بوينت اوف فيلير بالنسبه للدي اب. بيزيكلي دي الديسكريبشن بتاع الـ بتاع الـ بتاع اوكتوبث. هو عباره عن ديسكتوب اب عادي جدا، و الميوتابيليتي بتتم عن طريق الجيت كوماندز جيت كوماتس، ومش مشكله يعني الترانزاكشنز والحاجات دي كلها. طبعا لو انت بتستخدم دي اب عادي انت هتستخدم ميتا ماسك، هو اللي بيهاندل كل السيجنتشرز والترانزاكشنز والحاجات دي، بس هو نيتف في اوكتوبث فانت مش محتاج ميتا ماسك اصلا. وطبعا هو ديسنتلايزد، فهو ما فيش باك اند، هو كله بيعتمد على سمارت كونتراكت فرونت اند بس. واليو اي يو اكس نيتف جدا، انت مش هتحس ان انت تستخدم دي اب، انت مش هتحس ان انت تستخدم براوزر، تحس ان انت تستخدم ستور في الدي ابس، تقدر تشغل الدي ابس ديت مع بعض حتى. اوكي 3 دقايق اوكي انا خلصت. اوكي سوري ما خلصتش قوي. احنا لسه ما خلصناش، لسه ما عملناش اول ريليز الالفا ريليز، بس هو دلوقتي موجود كجيت هاب ريبو، ممكن اي حد حتى يقدر ينزله ويشوفه. لو في اي ديفلوبرز عايزين يكونتريبيوتوا للريبو يبقى كويس جدا، لان هو كمان هو اوبن سورس، وهو مش احنا مش عاملينه عشان بروفيت، احنا عاملينه بس عشان المشكله دي كانت دايما بتواجهنا، واحنا كل مره بنيجي نعمل دي اب ان دايما لازم بنتخلى اصلا عن فكره ديسنتراليزيشن ونحط دي اب ديسنت يوم حرفيا موجود دلوقتي على سيرفر. فاي كونتريبيوشن مرحبه جدا في الريبو، اي حد يقدر يخش على الريبو ويشوف الكود بيز ولو عايز يكونتريبيوت بس.